السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجريحاوي. طبعا هاي اللعبة يمكن اسمها مودرن كومبات 4. هاي اللعبة بدون انترنت، حقيقة هي قديمة ومخاتها انا اكثر من مرة حبيتها، يعني حقيقة اجربها بنوت 10 لان شاشة كبيرة، راح اجربها واسوي فيها فيديو حتى اذا تحبون اسوي اجزاء اخرى الى الفيديو، ما تحبونه يمكن الفيديو انتهى. هاي حقيقة لعبة متتالية، أنا أشوفها أحلى من ببجي يعني ببجي. ممكن تعجبكم ممكن ما تعجبكم، اللي كاتمها ولعبها يعني عادي، اللي ما لعبها شوف الأداء ومشوف الجهاز. هاي لعبة قديمة، أتذكر بالآيفون، جاني آيفون، والله يا الآيفون جد تلعب بي لعبة قوية فيها أشياء ممتازة جميلة جدا. ما أعرف منين جيت الخطر، تروح تتبع أو تروح. هنا اللعبة شاريها مخليها بحسابي، أي تلفون أحاوله ألقيها موجودة يعني، بدون حتى لا أنا أصل لها عليها موجودة. عنديها جزء خامس وجزء خامس على الانترنت والفريق وما ادري ايش، ولعبت بدايتها فيها تعقيدات ومو هالقداني ذي اللعبات وتاريخها. انا اذا تريدون اجربكم الخمسة جزء خامس على الناس عشرة عاد لا هجموا عليك الستارة في خوف. The U.S. military doesn't have these. I got this one. Get back, move! Okay, no one here. Get ready. Taking fire. Eliminate those tangos. Under fire. Take out the hostiles. حتى يعطيك قد تتحرك، يعطيك الأعداء اللي قدامك، يعطيك الأعداء اللي قدامك قد موجودين. وصلنا جيتك ما يخلصوا، ما ادري مين طلعوا لك. Enemies ahead. Enemy, come apart! No!
شنها شنها كلام بس ترجع ما تموت وكان واحد مصري كل مشهد مصري ما تموت مخرج الفيلم أو مسلسل أنا علم جاي كتير بصاحب أنا ختمت ال... تقدر تقول هذه المرحلة شباب هذه اللعبة قديمة أدري بها وما أعرف أنا أحبها فإذا تردون أسوي لكم فيديوهات أكثر أو إذا حبيت الفيديو كتبوا لي بالتعليقات على مدى حتى أجربها بكل جهاز أشوفه في نهاية الفيديو ياكم مرتبة جريحاوي وفي أمان الله